السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك سعيد على كل الأحباء وجميع المتابعين الكرام وعلى الأمة الإسلامية جميعا. تعيدوا تعاودوا إن شاء الله باش تمنيتوا، وكان نسلم على كل الأحبات الصديقات، توريا، مريم، كوثر الوجدية، لمياء، باش ما ننساش كل شيء، جودي، مايا. كنقول لهم كلهم عيد مبارك سعيد، وبوشرة الألمانية، وكنسلم على ساريتا يا سارة، هي كنسلم عليها باش ما ننسى شي وحدة فيكم. كنقول لكم عيد مبارك سعيد. ما ننساش فاطمة، هي باش ما تقلقش. وما ننساش كذلك أم مروة، يعني حياة، كنسلم عليها وكنقول لكم كلكم عيد مبارك سعيد باش تعيدوا وتعاودوا. كنتمنى لكم يكون عندكم اليوم جميل ورائع. اليوم غنقدم لكم السلطه اللي غادي ندير الخضار، باش ما نقولوش تاكلوا عيش شوى وتنساو الخضار. الخضار مهمه انك تضيفيها كذلك في الطبق ديال العيد. نبداو على بركه الله. غنبداو الخضار اللي غنحضرها في السلطه. غنقدمها لكم الاخت ديالي. قدمي معانا دابا الخضار. هذه البربر نقيتها وقطعتها على شكل مربعات. كي اللي كيسلقها انا غادي نبخرها ديريكت مع الخضار. كنفضل التبخير على التسليق، لان انا كاع المواد كلها كتمشي في السليق. هذه غادي ديريكت هما غادي نبخر. شحال من حبه ديال البربه تما؟ بربه كبيره وبربه صغيره، ولا بربه كانت وحده كبيره مزيان. هادو جوج خزوات قطعتهم تما مربعات، تما كنبخرهم ان شاء الله ما يرافق مع الباربا. بطاطات هنا جوج بطاطات حبات متوسطين بحال هكا، قطعتهم مربعات وغادي نبخرهم ان شاء الله. هذه اللوبيا انا ديجا كنت مقطعتها وغسلتها وكرمتها وحطيتها في الفريغو. انا خرجتها ديما كنحطهم انا هاد ممكن نجبدهم من اجل باش ما يخسرش. وعندنا هذه الذره. انايا ما كنشيش هذيك الذره ديال العلب، ديك العلب اللي دايرينها. انا كناخذ داك الكبال اللي كيكون مسلوق، كنفرتو كنحطيه في فكره زوينه في الفريكو، هو اللي كنبقى نستعملو. كيكون صحي ما فيهش داك المواد الحافظه. انت سمعوا البنات، لا بغيتوا الذره وتفاداو الذره المعلبه، تاخذوا داك الكبال دابا موجود هذا وقته، تاخذوا داك المسلوق وتحتفظوا بيه بالمجمد حسن لكم من العلب. للتزيين انا دايره البصله والخيار، هذا الربيع غنرافق مع هذا الشيء. وعندنا هنايا الجلبانه. الجلبانه ديجا انايا فركتها وخديتها في الفريكو، انا كنخرج هذا الكبان نستعملها. الربيع كاس تاع ديال الروز غادي نسلقو نديرو في الكاسرونه ونوجدو. عندنا للتزيين ثاني عندنا الخس، وعندنا زيتون الكحل والمطيشه. كنستعملها المطيشه سوغيز، كتجي زوينه والمنظر ديالها زوين. ما تنساوش البيض تاعو. البيض كنسلق انا البيضات كنسلقهم ان شاء الله، غادي نسلقهم للتزيين. وهذا حب ديال الميلو ديال الطونه اللي غادي يرافق ليا الروز ويرافق ليا الدوره. المهم والمايونيز اللي غادي نجمع بيهم كلشي. المهم اي غادي تشوفوني. المهم بالنسبه للخضار هذه كتبقى اختيارك، واحد الخضار اللي كيفضلها يقوم. احنا غنديروا واحد الطريقه سهله، غندير الاخت ديالي ما تبقاش تسلقي كل حاجه، يعني خضره بوحدها ديريها ماشي صحيه. ماشي صحيه السليق، ما ماشي صحي. عندك التبخار هو اللي كيكون صحي. ما نبقاوش حنايا نديرو يعني كل دابا انا غادي نحط خضار نديروها في الكسرونه. دابا هادي طنجره ديال الضغط ديال التبخار، دي السله ديالتها حطيت فيها دابا هي البطاطا. غادي ندير هاد الجنب حيت انا ما بغاش نميلونجيهم، كنعزلهم. الجنب هذا غندير فيه كما كتشوفوا، وغادي نجي نحط الجنب نديرو فيه. حطي هذاك نحطيه في الوسط، وسط الطابله باش يبان مزيان. نحطي وسط كاع وكنديرو هادي على الجنب الاخر. وهذا باش ميتميلونجليش مع البقيه، حيت انا بغيتو نديرو مع الروز، يعني مبغيتش تميلونج ليا مع هذا. غادي نعزلو. كندير انا هاد السيستيم هذا. نورمالمون يقد لكن عندكم بابي الومنيوم، تقدر ديروا بابي الومنيوم على شكل جبانيه. الا ما كانش عندكم كديروا هاد الطريقه. فكره زوينه. المهم
هاد الجلبانه ما خاطرش غتخلط ليكم بغيش نميلونجيها صافي. وهذا كن ندير الكوكوس لمده الكوكوس طبعا غديري فيها الماء عاد تولت ما تقسم هذيك النيفوات ديال الكوكو دير التولوز ولا ديريه فيه الماء. طبعا ما ديش الماء بوحدو زي معاه المطيشه ولا باش ما تخسرش لكم الكوكو وتخليها لمده 30 مينيت 30 دقيقه من بعد ما تصفر وهذا غادي وهذا الروز غنديرو في كاسرونه نكب عليه الماء وغادي يتسلق وغادي نتلاقى معكم ان يكون واجد ليا. ايوا تبعوا معنا الفيديو وهذا الاخر وهذا غادي نديروه في كاسرونه وبالنسبه للبيض كذلك يتسلق. تبعوا معنا الفيديو الاخر سلطه اننا يعني بطريقه ما غتجيكمش متعبه وسهله وتاكلوا الخضر مع الشوا راه كيجي زوين. دابا يا الخضر ديالنا رجعنا معكم الخضر دابا تبخرات دابا الرز ديالنا راه دار 30 دقيقه راه تسلق مزيان. دابا الخضره ديالنا درناها في الكوكوط راه نخرجوها راه تسلق راه تبخرات والطريقه اللي انا كنديرها باش ما نبقاش نديرو الزيت الخضره ما غنصوبها بلا زيت. كيفاش كندير الطريقه ديالتي كنشدها كنحط السله ديالتي هنايا هذيك نرافقها مع الرز كنحطها تما كنزيد الربيع كما كتشوفوا وكنغلقها باش تلق الزيت ديالها ومن بعد ملي غادي نغلقها خصني ندير لها البروده باش تطلق الزيت. هادو كما كتشوفوا غير مكعبات ديال الثلج كنديرهم دغيا كيذوبوهم ومامطو كيبرد ليا الخضر ديالي وغيطلق الزيت ومامطو هادشي باش كندير انايا الخضر بدون زيت. دابا شنو غادي نديرو غنحطوها في الثلاجه ولكن انايا كنفضل انها ما يتحطش في الثلاجه نورمالمون كتحط في الثلاجه ولكن الثلاجه راه ما خصهاش فيها السخونيه هادشي باش كندير انا العلب ديال الثلج باش تطلق البروده ويبرد اللي تحت ويطلق الزيت ونرجعوا لكم في التقديم. دابا غادي نبداو معكم مرحله التقديم واللي غادي نقدموه في الطبق ديالنا الخضر المبخره. دابا الخضره ملي تبخرات وداكشي فرزتهم كما كتشوفوا هما مبخرين بالطريقه اللي قلت لكم. انا درت لهم الثلج باش بردوا ما دخلوش الثلاجه حيت حاجه سخونه دخلوا الثلاجه غادي تخسرنا الثلاجه. درت فوق منهم الثلج ومنطد هو كيطلق الزيت ديالو زيت الخضار ديالو كما كتشوف كيبقى كيبري راه الزيت هو مطلق الزيت. هنا تاهي طلقي الزيت وهنا تاهي البربه طلقي الزيت. انا ما كنديرش الملحه نهائيا علاش لان مايونيز فيه الملحه انا ما عنديش الملحه انا غندير غير البزار والكمون فقط لا غير. غندير دابا شويه البزار ما نقويش شويه البزار باش ما يجينيش حار كاين الناس اللي كيبغيو هذا البزار هذا اللي يجيب لهم بزار مزيان حراره كثيره خصوصا البزار دابا مشهد بزاف. وغندير الكمون كما كتشوفوا طبعا كمون ماشي مشكل كمون ماشي بالنسبه للكمون والبزار والملح كلشي كيكون على حسب الذوق اي واحد شنو كيفضل. كما كتشوفوني الكمون ماشي مشكل كدير عشق نص عشق صغير والبزار غير راس الملعقه صغير كتزيد البزار. ودابا غنخلطو انايا كنخلط بيديا سمحوا لي انايا كنبغي نخلط بيديا باش نعرف راسي راه ماشي مشكل واحد شنو كيفاش كيمول فيه. والربيع راه كنت شتوني قبيله حطيت الربيع باش يبرد الربيع معاهم هاني كنخلط تميلو هذا الشيء راه مزيان الخضر ما تنساوهاش في هذا العيد يعني راه حتى هي مهمه. دابا غادي ميلونجي الرز دابا غادي ميلونجي الرز انايا سلقته كما شفتوني وزدت عليه الذره وزدت عليه حتى الجلبانه اللي بخرتها ها هي كما كتشوفوا ها هي الجلبانه مزيان زدت عليه الجلبانه. ودابا غادي نزيد عليه الحب ديال الطونه طبعا على كل واحد اش كيحب الماركه ديال الطونه. كيجي معلك
صافي كتخلطيهم. كنخلطها. اش حنايا ما كنفضلوا ان بالنسبه للملحه ان الطونه فيه كيكون فيه الملح، وعاده غادي نديرو يعني واحد ما يكترش. خلطوهم مزيان ونزيدو عليه المايونيز. انا حك جبال جديد هاد المايونيز صغير كي دابا غندير عاشق ديال المايونيز باش تجيني معلك ونتحكم فيها كما عند جوج عواشق، يعني الكمية ديال جوج عواشق. صافي وتخلطيهم. نخلطها، كنبغي انا نخلط بيدي باش نتحكم، ولكن غادي نخلطها بعشق. احنا درنا لكم دابا الطريقة اللي كيكونش الخضرة، عندنا كاين طريقة انا زوين. ما كنديرش ما كنديرش الملحة، ولكن غادي ندير شوية البزار، شوية رأس الملعقة، مقويش بزاف رأس الملعقة كما قلت لكم كنديرها على البزار والكمون فقط، الملح ما كنديرهاش. هاد الملح راه كاينه في الطونه، كاينه الكمون هنا باش يلول شويه الطبق ديالي، بغيت نحافظ على هاد الكولور اللي كاينين. صافي نكملو التخلاط دابا. دابا انا الروز ديالي درتو في المول، المول انا درت جبانيه كامول، وغادي نديرو الوسط ونحطو في الطبق ديال التقديم. كندير هكا باش نتحكم. تبارك الله عليك. هادو البصل ديال المول ديالي نخليه هنايا ما كنحيدوش، وكنسقو بالتقديم ديالي خص الخص. كناخذ الخصات الكبارات كنديرو في الجنب على هاد الشكل هذا، ديالنا وسط الصاب خصات الكبارات على هاد الشكل هذا، خصات الصغارات على هاد الشكل هذا. لكن تحيدو سميتو كندير الخص، كندير الخيار، ديما كنسبق هادو من الاول على الخضر حيت هما اللي كيعطيونا البلاصه اللي الاسباس باش يحددوا لينا. كنديرو مهم يكون تقديم كنديرو كيما بغيتي كيما بغاو الطريقه اللي كتبغيو. انا هذه دي الطريقه ديالي اللي كندير في التقديم. ديرها هكا هنايا باش نعطي تقدري ترتاجلو في التقديم، انا كنديرها على الطريقه ديالتي انايا، نتوما ارتاجلو كيما بغيتو في التقديم ديروه. طريقه كل واحد شنو كيبغي، كي اللي كيفرش الخص هو الاول، وهذا كي يعني كل واحد وكيفاش الطريقه ديالو، كيبقى هذا اذواق. وصلنا دابا مرحله التقديم، كما كتشوفوا نتمنى يكون عجبكم الطبق ديال السلطه وديروه في العيد مع الشواء كيجي زوين ورائع. وكما كتلاحظوا هذا راه سلطه طبيعيه ما فيهاش شي مواد زايده، وكلها خضر طبيعيه ما زادش الزيت نهائيا، وهو اصلا كيكون مزيت بطريقه اللي انا تبعت الطريقه اللي درت، غادي يكون رائعه ومذاق هائل جدا. تبارك الله عليك. كنشكر الاخت ديالي على التقديم ديال هذه السلطه، يعني كتجي زوينه. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، كنشكرك بزاف انك حضرتي معنا
سلطه التقديم راه فيه ارتجالك واحد كيدي يقدم كما لا بالنسبه للديكور ديال الخضار، يعني كل واحد وكيفاش الطريقه ديالو، وتا الخضار المتنوعه كل واحد شنو الخضار اللي كيفضل. ولكن طبعا طبق ديال السلطه ما كيتخفاش من الباربه من الخس اللي كيدير مايونيز فوق من الخضر. وانا كنفضل انني ما نديرش مايونيز، نخليها الناس اللي يبغيو كندير مايونيز على برا باش الناس المربى اللي كيبغيو يشوفوا المايونيز مع الخضر. ايوا كنشكرك بزاف، وعيد سعيد للاخت ديالي، وعيد سعيد للجميع المتابعين كويزين اميره. نتمنى يكون عجبكم هذا الطبق، كنصحكم ديروه في العيد باش ما تحرموش راسكم من الخضر. الخضر لها فوائد كثيره، وكنعيد عليكم وكنقدم لكم هذه السلطه، ونقول لكم عيد مبارك سعيد للجميع المتابعين قناه كويزين اميره. وشكرا لكل المتابعين، كنشكرهم بزاف بزاف على دعمهم. كل عام وانتم بالف خير. وكتشكركم اخت ديالي حتى هي غتعيد عليكم. كل عام وانتم بخير، نتمنى انها تعجبكم السلطه من تقديمي، وان شاء الله توالموها مع البولفاف باش يبقاش تاكلوا على اللحم، تجيكم الخضره مع بولفاف ولا الديسير اللي بغيتو. بصح كنشكرك انا كذلك، وكنشكر جميع اللي تبعوا الفيديو. كنشكركم على المتابعه، وما تنساوش لايك للفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم. ولاول مره يزور القناه يكليك على الزر الاحمر ابوني، ويفعل الجرس باش يتوصل بكل جديد وصفاتنا. احنا في هذا العيد الاضحى المبارك اكيد عندنا المزيد والمزيد من الوصفات، تبعوا معنا. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.